الفريقين هناك صراع بين الجدع المشترك والثانية علوم إنسانية. نعم تلعب الكرة من الفريق الجذوع العلمية هناك مضادات من طرف كل لاعب العلوم الإنسانية لكن ليس هدف ليس هدف خطأ مثل هناك خطأ ينفذها صلاح من العلوم الإنسانية. نعم هدف والهدف لصالح ثانية أدب علوم إنسانية والنتيجة 4-3 في الدقيقة في الشوط الثاني. هناك مضادات من طرف ليك شوف ولم يسجل الهدف صلاح ينفذ الكرة في الليل يحاول ضربة ولكن هناك خطأ من صلاح الدين يضرب الكرة مباشرة إلى المعلم ينفذ الكرة ولكن ليس خطأ هناك خطأ لصالح ثانية علوم إنسانية. الهدف الخامس يسجل الهدف الخامس تشجيعات من طرف الجماهير لصالح ثانية باك علوم إنسانية. هناك تفوق العلوم الإنسانية على الجذوع العلمية. أيوب ينفذ الكرة عزيز يحاول التسجيل ولكن تدخل سفيان خطأ لا أم سي نوب صلاح يضرب الكرة ليل يحاول تسجيل ولكن تدخل صلاح بقوته رغم ان قوته كبيرة ولكن لم يسجل الهدف خطأ الكرة ترجع الى الحارس حارس الشبة يضرب الكرة ولكن هناك تدخل والخطأ ينفذ الخطأ لم أذكر اسمي هناك 8 دقيقة بالنسبة لمعلم سفيان يخرج معلم سفيان من أيوب يضرب الكرة رغم جهوداتهم ولكن الفريق الثانية علوم إنسانية أقوى من خلال خروج الكرة والكرة في تمس لصالح الجدع المشترك العلمي صلاح
يحاول ان يسجل، ولكن هناك هناك 2 دقيقة بالنسبة لصلاح. ضرب الكرة بدون ان يسمع الى الحكم.